Sale sin permiso a las 11 de la noche. Mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No está claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso a las 11 de la noche. Mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa. Passing all these handouts.
stupid playing safe. You can say comfort the children, they got lost along the way. Vipers in surround, up this sound. If I'ma take your money, I'ma end up. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. عشاق كرة القدم، أجواء رائعة جدا حقيقية هنا في ملعب المباراة، ومعكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. دقائق وتنطلق مباريات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. أعزائي المشاهدين، مباراة تعد بالكثير من الندية والتنافس، مباراة نتوقع بأن تكون كبيرة كعادة المباريات التنافسية. هنا حيث الكثير على المحك وهناك الكثير لتخسر، وهو ما يجعل هذه الأمور والمباريات حساسية بالتأكيد كبير ومضاعفة وضغوطات كبيرة. كرة بيفقدها السيتي، الكرة الآن مع الفريق الخصم. أنطوان كريزمان، الكرة تعود من زاوية الملعب، اختار بأن يمررها إلى زميله. عرضية ممتازة للخلف، فاران ينجح في استعادة الكرة. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة، يخترق ولديه المساحة. وين روني؟ فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، تقدم سريع يأتي. مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. أنطوان كريزمان، ثيو هيرنانديز، وين روني؟ جيمس تافيرنيه، روبن يتقدم للأمام، الحارس يحمي مرمى ويمسك بالكرة. باتريك فييرا، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. وين روني؟ نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير، يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز. وسام بن يدر، حسام عوار، تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. كرة في مكان خطير، يا رب الكرة في المرمى، تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. أريال روبن، كرة بتضيع من جانب السيتي. مارسيل ديساي، يخسرون الاستحواذ. الفريق يخسر مشروع هجمة، بيلعب لك كرة بينية عالية. وسام بن يدر، فرصة للعرضية. أريال روبن، فرصة كبيرة للتسجيل، يمنع التسديدة من المرور. وسام عوار، يقلصون الفارق ويعيدون الأمل ويبقون على الحظوظ. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. وين روني؟
التدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. جيمس تافيرنيه، حسام عوار، وين روني؟ أنطوان كريزمان. يعودون في المباراة بعد أن تأخروا بهدفين. لم ييأسوا أبدا، من قال أنهم هزموا؟ كانوا مصرين على تحقيق الانتصار. لاميندي، وين روني؟ هدوء في بناء الهجمة، ما في استعجال، بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم. بينية تضرب الدفاع، يا سلام يا ماركوس، هدف من راشفورد الآن. كرة لا تخطئ المرمى، يعرف الطريق، يعرف القياسات، المسافات، أي خطورة لهذا الهداف. كرة بينية تقطع وتبعد معها كل الخطورة. أرمسترونغ، كرة بشكل جميل، يا الله، على الطاير حطها، على الطاير سجلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. أنطوان كريزمان، حسام عوار، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. الحكم يحتسب الخطأ. روني، وين روني؟ يستعيد الكرة بتدخل سليم. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. وين روني؟ يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب. روبن، بيعدي فيها أريان روبن. الحكم يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. يتحول الاستحواذ للمنافس من ميندي. بهذه الصورة صافرة نهاية الشوط الأول تنهي الأحداث. لا نعود مع حضراتكم عن طريق الشوط الثاني من هذه المباراة، ولتقع ضمن إطار منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. كرة في الجناح، باتريك فييرا، راشفورد، كرة هدف الآن. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ المرمى خالي، كان ممكن يوسع الفارق، لكن التسديدة راحت بعيدة، مرت الكرة، عدت الفرصة. كرة بتتخلص من جانب ميندي بتمركز الجيد. قد تكون هذه الفرصة. فدائية من حارس المرمى، أي شجاعة في اللقطة، أبعد الخطورة من أمام المهاجم. راشفورد كرها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. راشفورد، تمريرة بتعود للاعب مرة أخرى. روني بيلعب لكرة بينية، يا الله، كرة بتكسر العارضة. قراءة رائعة للكرة ودفاع في الوقت المناسب. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. كان علينا يفكر في خيارات أخرى غير التسديد من هذه المسافة، بعيدة جدا كانت المحاولة. دي يونغ، حسام عوار، الكرة تصل لجريزمان. حلوة الكرة البينية،
يقطع الكرة في مكان خطير. الحكم يعطي الأفضلية. كرة بينية فيها خطورة الآن. جرب الكرة في المرمى. الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. هدف سيصعب الأمور أكثر على الفريق الخسران. فارق الأهداف يتسع والعودة أصبحت شبه مستحيلة. تقدم كبير بخمسة أهداف لهدفين، تتكلم عن سبعة أهداف شاهدناها حتى اللحظة. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. ماني الآن عند دي يونغ. أنطوان غريزمان. ثيو هيرنانديز. تذهب لغريزمان. وسام بن يدر. كرة خطيرة والحارس يرتمي بكل أناقة، بكل هدوء يتصدى لهذه الكرة. هذه لعباته عودنا عليها. هنا في مكان خطير، يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. وسام بن يدر. فرصة لوضع الكرة في الشباك. لابد أن تستغل هذه الكرة. يا الله على الطاير حطها، على الطاير سجلها. هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. رافينيا. اسحب الأرض، يلعبون بضغط عالي في هذه اللحظات. كرة وانتو. يمنع التسديدة من المرور. مباراة تدخل الآن في الثلث ساحة الأخير. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. لم تنفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي وبالتالي يفقد الكرة. وين روني؟ غريزمان. يتعرض لضغط كبير. فاران ينجح في استعادة الكرة. أرمسترونغ. فييرا. رافينيا. إمكانية الكرة العرضية. راشفورد. تدخل دفاعي قوي. افتكاك الكرة في المناطق الخلفية. أرمسترونغ في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. فاران يستعيد الكرة بتمركز ممتاز. فييرا. وين روني؟ في تعليمات من المدرب المستضيف بزيادة الضغط على الفريق الضيف. بيعدي فيها، يتقدم فيها. يا رباه على الإيف. هدف وحيد وتتحقق المعجزة. الوقت يمضي القليل متبقي، ستبقى مشتعلة حتى الصافرة النهائية. الجمهور في الموعد يقدم كل ما لديه لفريقه من أجل العودة في النتيجة في الدقائق الأخيرة. هدف واحد فقط، كل ما يحتاجونه للعودة. قد تكون هذه آخر فرصة لهم في المباراة لتسجيل التعادل. تمريرات جميلة. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى لتصويبة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. يعود للخلف ليحصل على الكرة. أي رؤية، أي دقة. يا رباه هدف التعادل في وقت قاتل.
إعادة الهدف. شوف التيكي تاكا، يا سلام على عملية البناء ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. محاولة لخطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، تناقل الكرة، نقلات، تمريرات، محاولة البحث عن فرصة للتسجيل. مساحة أمام على الجناح من الممكن استغلالها. الحكم يعلن عن ركلة حرة. إذا لعبها عالية بالشكل المطلوب قد يأتي من خلالها هدف التقدم في هذا الوقت القاتل. انطلق على الطرف، ممكن يلعب لك كرة عرضية. كرة بتبعد من فران. ماني ينطلق، يتقدم بشكل رائع. الله على المرور. إذا لم ينجح أي من الفريقين في تحقيق الفوز بعد 90 دقيقة، ولذلك ينطلق الآن الشوط الإضافي الأول بعد نهاية 90 دقيقة. الفريقين عندهم نصف ساعة لحسم اللقاء. فرانكي دي يونغ، ثيو هيرنانديز، دي يونغ، وين روني، جيمس دافيرنيه. شوف التمريرات، شوف النقلات، شوف الكرات اللي بين اللاعبين. يفقدون الكرة مع تمريرة ساديو ماني. أرمسترونغ، حسام عوار، لوزانو يتقدم بالكرة. باتريك فييرا، حسام عوار، ديونج يتمركز بشكل سليم وكرة مقطوعة. الحكم يحتسب مخالفة وركلة حرة. روني بيلعب لك كرة بينية، راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. فرصة الهجمة المرتدة الآن، لابد من استغلال مساحات الكرات المرتدة. كان ممكن فرصة لاستغلال الهجمة المرتدة بشكل أفضل. وين روني؟ وصلت إلى الشعراوي. ثيو هيرنانديز تذهب لجريزمان. دفاع الشعراوي، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. حققوها، اكتملت العودة، قلبوا الطاولة. أي جريزا، من كان يتوقع كل هذا من بعيد؟ لكنهم عادوا من بعيد، من بعيد. اللعب يستأنف الآن من وسط الملعب في مباراة حقيقة حضرت فيها العديد من الأهداف حتى اللحظة. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. تقريبا المخزون البدني واللياقي انتهى بعد شوط إضافي. عشر دقيقة أخيرة تنطلق ضربة البداية الشوط الإضافي الثاني. اعتراض ممتاز الكرة. جيمس تافيرنيه إلى خارج الملعب، رمية تماس.
دي يونغ عند الكرة في مكان خطير، عنده فرصة للتسجيل. السيتي يحصل على ضربة ركنية، اختار بأن يمررها إلى زميله ساديو ماني. فرصة هدف الآن، تدخل مثالي وإبعاد للكرة كانت خطيرة. ستيفان الشعراوي، الكرة وصلت لفاران، تمريرات بشكل سليم، نقلات، تفاهم كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب. 8 دقائق على نهاية الوقت الإضافي. أنطوان كريزمان، جيمس تافيرنيه، يا سلام على التمريرة، عدت وكرة خطيرة. نجحوا في إبعاد الخطورة، تركيز عالي من الدفاع. وين روني؟ ثيو هيرنانديز، تدخل ضعيف من المدافع، كرة خطيرة من على الأطراف. رافائيل فاران، دقيقتين على صفرة حكم المباراة ونهاية هذا الوقت الإضافي. دقة كبيرة في التمريرات، كل لاعب عارف وين يوقف، عارف وين زميله، عارف كيف يمرر. حقيقة الفريق يقدم كرة قدم ممتعة. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. إذن هذه صفرة نهاية المباراة، وينجح أصحاب الأرض في كرة في مكان خطير. يعود للخلف ليحصل على الكرة، أي رؤية أي دقة، تذهب لجريزمان. ديفان الشعراوي، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. أوه.